فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا رجل يقول عنده سيارات وتريلات يؤجرها على عمال أجانب بمبلغ شهري، هذه السيارات والتريلات هل عليها زكاة وكيف يزكي؟ على الأجرة، زكاة على الأجرة، أما نفس السيارات اللي يأجرها ما عليها زكاة، مثل المحلات اللي يأجرها ما عليها زكاة المحلات، إنما الزكاة على الأجرة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.